اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الكرم أعطف من الرحم. شنو يعني؟ يعني إذا تفضلت على إنسان، إذا أكرمت إنسان، إذا سويت جميل لإنسان، هذا الإنسان يكون أعطف عليك من رحمك وقرابتك، وهذا أمر محسوس ويرى. لما تسوي جميل على فد إنسان معين، هذا الإنسان يقوم يعطف عليك أكثر من أرحامك وأقاربك.